از دیگه هم بخیر بچه قربان مطلبه از دکه انشاءالله طبیه تمام و لکوه این بکنی تانی بس كان افرج بحضرتك يا سلام عليك اجينا سر موضوعي جالسين سر ادله من وقتين سر احكامك انواع احكام دي لما طاوب ان طاوب ادله طاوب ادله هناك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أجمعين. القسم الثاني في الأحكام الشرعية. أما بابتك أمشوا جينا خدمتي بابديك جرينجا بابدك جرينجا كيلا شيعة لوايك حكم شرعي كام فولينا كين كعلن حكم شرعي ما هما سيك ما نستوى كعلن حكم شرعي أنا أحكام شرعية أحكام القرآن كان يا حكم شرعي همیش ذاتی چی من بیره که توانه سزادان و لیدان و کشتن و برین و سجن کدن و عذاب و تعذیب و اوشتانه اغلب احکام بزوری ایم او ما بداره که الان حکم شرعی و یا حرام کدنه یا سزادانه عقوبه یکه قد لانه گفت من بخیاله نه یکه لانه مثلا ذات المباحات و حلال کدنه کان و اشتی واجبات من هی و اشتی کش من هی پیرن خلاف الاولا اشتی کشی پیرن مکروه یعنی همو كارن أحكام زويني إما أم لا سليب من لبت شعوية خدي وصول الثقة في ضلع أحكام فولين كيف تصف الله تعالي مثلا فولين أحكام كاب بوشية بوي أبر وجواني حكم إسلامي ما تقول كما أحكام إسلامي تنها سلبية دنيا وتنها بريتينية وزنها لكو ملك حكمي كسبين رأي سلم بسرا سفين راب ببي خواص الإنسان أدي دوائي دي قهر إنسان لكين حكم كان أو دخوش يعني عندهم يعني لا لا لقال روحي إنسان لقال حزي إنسان لقال حاطة كان إنسان لقال سلوش إنسان مع ملاكا يعني كامي علي مثلا كزور سخته إلا كمالي استثناءات ومرجي آسان كريب ودانا خودي أما بو خوي روي جواني أحكامي شرعية فقه إسلامي قانوني شرعية بو يفودن كدنك خوي بو خوي كزاني أحكام كان زاني أو روي جواني بودر كبك بو يكعلم قرنجا قرنجي يتري لو دايم إما كانوني أحكام هون دل شاو سيد ناكين دائما المحكمة من زاني وكان الأحكام الشرعية تذهب همي لضمني واجبات محرمة بلا واس يكشف سيدي ناكن وهل واجباتها أقسام ما هي هل محرماتها أقسام ما هي هل مكروهاتها بولين كلاو ومكروهشن بشكي هي واجباتها كان ما بينج بشو مثلا محرماتها بدأ بينج بشو شو بشي محرمة هي لي ذاتية بشك ما هي لي غيرية بشك ما هي محرمي لوقتها بشك ما هي محرمي محرم دون محرمة بلي حرام انا كيف وحرام غني في شي نكيت لي عني يعني كي ترنيه اما الجواز اللي هو اويت ربا ما هي حرام على القران في الوضع ولام لا ما كذا جرى قاد ان شاء الله حرام ولام حكم جرى قاد من حكم الربانيه اما حرام دون حرام او كذا كتوان بولين زانيك بيك تشاو سي احكام ناك احكام هميان بولين كيف مرتبه لا بريادان شال سخل بها ما شي بيك تشاو سي ناكي وكوتون سزا فاش تاكو يغني امش براسیه واقعی نکه فقه اسلامی شرعی اسلامی دی سندینه کی واقعیه زور رسای حالت کانی جانی سندی کدوم لگر واقعیش ما ملاکه بوی که روی کی جوانی حکم شرعیه که انشالله اینا خدمت دیانه دنبال بسی کن ما کوتیم اما فصل دوهم قسم دوهم الله تو بعد بعد تکن حاکم کیه بکیال حاکم بکیال بسیال حکم بسیال محکوم فيه بسیال محکوم عليه قال الحاكم حتما أو كذلك ثاني حكم ما صدر عنه الحكم كما هو الله أو رسوله في عملك يعني قال الحكم أو كلا حاكم ولا شو يا ما كأبو حاكم شيء في وجه حكمك هي أو كحاكم وتوتي محكوم فيه فعل إنسان كذلك إنسان حكم تعادل محكوم عليه خدي مكلفك أما أنا دنا دنا في ناسك إنه مثلا سب في ناسك يعني شو دواي شيء دروس به بس يا واقعين يكم حاكم كيف من هو
بما يعرف حكمه كي حاكم بكيال بريال در كلام حاكم شرعي خد بريال در دادجر دادجر جواني أولين قاضي كلام حاكم بلان خواج جوري بيش أمان حاكم في أمان خواج بيش أمان حاكم أمان دو سي معنى جواز يك معنى ني ويكاد قالين كحاكم زين كي لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه. وهي في رأي جواز بني مسلمان وزناني مسلمان هم متفقين يقدن إن قالين ستشاري حكم شرعي كان كي هم فعل إنسان كان مكلف كان ستشاري حكم كان ينطوي دوله سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى الله بها أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف أو أظهر يعني استفهامه سواء أظهر جاء كيف يقول دي آية حكم مكلف فعل مكلف قال راس تو خود دق كان وكوحي كلا وفي عمل ليه ذلك وتبه حكم كان راس خود دق كذي يعني يا حكم كمجتهد كان في جست من درن جامي اجتهاده حكم كان در بريك ولا نجقى على حرامة باجتهاد إخوان كان شو جزر دي تيار كلام حكم إخوان جورا على حكم حكمك حتما يا راس خود دق ودي قرين وتودي أو حرام قريبا أو كزينة يعني حكم هير الدقة دس ما ناك اجتهاد زانا كانا ولا نروان في دقة يجشون هل كان كان فيها بحكم بحكم دهانه بواسطة الدلائل التي والإمارات التي شرعها لاستنباط الأحكام بوي شيء مجتهد فيها بوي بقى كانوا أو كمان نشانانه كوا خوان شريعة دينا أبو من مو جشون بحكم شريعة كان أو أمارات نصاق وإماراته بلى نشانه كان بلى يعني علامة. ولهذا اتفقت كلمته على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال مكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا كذا كذاني من ألين همو ستشاوي همو على كان حكم خواهي حكم كان همو خواهي خواهي قولي وإذاني حكم بليتين لويك اللوحي وهذا الدقيقة نادبتي ياخو المجتهد في قشبه كابو زنان هاتون يقدن للبناسي حكم شو أنا كان الآن كان حكم شرعي حكم شرعي شيء الآن حكم شرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تأخيرا أو وضعا أما تقريبا بناسي كأقول جيه هند كلمة أقوار بلان الزبي أصولي كما بناسي كان يعني إذا صدعنا ودي أصولي كان بناسي حكم أعوار حكم شرعي يعني شيء خطاب الله قتاري خواهي قولي قتاري فرودقار او قتاله بيمدي بكيو هي قتاله كبيمدي بفعله وبأفعال مكلفة هي بفعل الراس فيدا وراس فيدا يمين ولا المكلف هم نال فعل إنسان شو كإنسان تانس إذا قناغ راس فيدا كبالا وبنا بنال المكلف لقناغ مناضية با إنسان يشبه بلانشينية فعل كان حكم شعي لسد أنام ذي من دارها تشيكات ناشي هو فعل كان بحكم شعي بفهم الله أو حلاني كده وحلالي كده ومباحي كده وشيكات شوف من دارا جايك اللوق وناقيا هيشي فعل كان يوم ناي هيشني الناي صدناني الناي حلال وحرام وشرعي وانا ناشرعي هم جاي مثلا شوف من دار كذبتي هل من دارا معناه خوي ديالك كلام فعلي أو شيء ناس الجاز سيبدي حكم شرعي كابو حكم شرعي كلام تاني خطاب إخوان أبو تاري فرود قاله كذا دقة كاني قرآن يا فلودي في غمار إخوان سبني في غمار إخوان عليه الصلاة والسلام كبيوندي بشيء بفعله بكذا لكاني إيمه هي چه جور پیوندیه که هست؟ سه جور پیوندیه پیوندیه که آن طلبه دعوه که علا بیکه جا طلبه که دو جوره دعوه کردن دعوه نکردن پی معناه اقیمو اما دعوه کردن نوشه آتو دعوه کردن نوشه ولا تقربو صلاة دعوه نکردن معنیه که ولا تاکلو اموال اعتماد دعوه نکردن معنیه که فیلن نهی وکاله طلب دو جور طلب معنیه طلبی کردن طلبی نکردن جوری تعلق دو همیان خطاب که هاتو پیوندی با کداری من هیچ دعای تأخیر میلیا کاره تو آرزومندی لینوان چند دانه که ات قرقبت المؤمنه، آو عباد مسدین مسکینه، آو کیسوتهم آزادی لینوان کاری نکی، گر عبده آزاده کی، یا خو مثلا خود نی دکسه دی، یا پوشک و دکسه کی، ای گوی هنری آو کانچین خطاب کی خواهی پیوندی با فعلی مکلف که هیچ کمی سوی نکم خادوش کرده ما. با فیدیه سوی نکم سیستی و دانه همی کن ایک آزاد که آزادی امن جیبا بجای بینا او پیران چی پیران تخییر که حکم شرعه کن بشه کن تخییری تیه امجا هم تخییره که کدویتی بشه کن تخییرم با حفظادی نوانی چند دانه که بشه کن تخییر لبین دو دانه لدوش تایی که کن کن فمن شعه فلی و من شعه فلی اکفر
وبيدوش تاني دو طريقة يا إيمان يا كفر هم يتانا كان مع دو خطا اختياري دان تلا بيدو خيالة إما إيمان وإما كفر هكذا اختياري خيالك والله انتو هاي قوشت دانا جامعة كان ولا بيتو سيميان تيوندي عن خطاب إخوة قتال إخوة بفعلي منو تو تيوندي كيف تيوندي وضع وضع يعني دانان أري أمكر دارا كان جامعة دي أبي أو مرجيها به كافر أقيموا الصلاة ويقول لكم ولا شيء دعنا اليوم فما إذا قمت إلى صلاة فغسلوا وجوهكم لو لا أوتيك ربتي في قام صلاة قال بجيب ففغس بغسل وجهه كعود دزنش حتى بجي بوجهه كمان دزنش وضعية دزنش وضع بوشوك السبب قال أسباب شيء نجد رست كذا كما أفعل رجوبا كتب عليكم الصيام دعا فمن شهد منكم الشهر فلي يصومه لا أتك دعا فمن شيء أتك أفرمي أبيت لا فمن أفرمي خوادن وخوادن وهذا من شيء تا خيتي أبيض من الخيط الأسود واني يفجعك نوع خوادن وخوادن والرفس إلى نسائكم سيسمع لي قدغاك خوادن كلوا واشربوا دعا فمن رفسك تا كيف خوين وخوين وعني تا خطي خيتي أسود وخيتي أبيض يجعك نوع أهالي بقى أما كوابو ديارة هيك الأسباب كان يروجو تلكي خوادنه تلكي چیش ها خواهدنه تلكي خواهدنه ویه تلكي چی معیشه اما سیانه اسبادان راون روشو دروز اگر سیانه تیانه بی اگر نه روشو دروز دیگه مثلا با نمونه کاجه که باسی میراته که لباسی میراته اوانه که میراته گرن لمیرات لبراوکه که پیاوکو مدوکه ها او کسانه که اوانه بی لحیات خواه ها لجیانی لمدنی کبره او لجیانه بی اما یک دوهمیان نه بی هم کسی که میراد گیره اوه نبیه تا پیرش کرد باسه میراد گیره وکه اگر قاتل بود میراد نگیره که او قتل دن را با مانعی میراد و گوشون ظلم دن را با مانعی رحمت اگر کسی ظلم میکرد ایت الرحمه روی تی نکره اوه به قاضی با مانعی رحیم نیست که ظلم ظالم نه با مانعی رحیم بی ظلم مانع لبونی رحمت كبرى عاصيت وين رحمتي في رحمة فيك كبران ظالمنا شو خدي ظلمة كاب رجلا دشيلة بدمية ويك بزيبة عن بريبة ويا سلطان أبي ظالم شو شاي زود شاي عزت بع زايك سقي بع أجر خلك يلي خوش بيبي خوي أبي لي خوش نبي شو كشاي سجينة سايش شاي سير رحمة دكانية أما أنا كنا حكمي وضعي دواي بس يكين دائما باشترین یا بلن باشترین پراکتیکا کدن جبا جا کدن احکام تکلیفی ابیگا حکم وضعی ابیگا ربطی نکن بیگا غلب داره چه بردوان غلب رو سره کشه یکی زوری امروی هنده لعنی مثلا مسلمان یا بلن زانکان یا بلن گروپکان مسلمانان که کشه انه علمه کشه انه حکم تکلیفی داره بزنه ببیو رچاوی حکم وضعی که ابگا چو دارم کتو دی حکم تکتو دی من جواجبه ابی جان زن شتکانی هی كما علي مثلا بونو هنا قصاصه سنين لك عبرايك باشا مثلا بونو هنا كسك مرتد بوتو ابا سواف زين اسام قاضي وجناب قاضي زين شو كسك مرتد بو هنا بولاني واني اجبوا مرتد انا يسب سب خلاف لما دام مرتد يسب بلنا ملي اي والله مثلا اي ارتدادي ام اسبابي هي يعني في جالك اسباب بين حب وضعك ايش تجيب جيك انا بتشي مرتد بو يوا هو كان ارتدادك ايش هي دوای دهانی بکره و طاعتی جایی بوره که انرا و کبیر کاته چنین زمان پیسته این انسان بوی بیر کاته تا لحق تبگه دین سال ده سال چه سال اگر همون امانم نگوا کرد ام دوای آیا ام مرتفید اخریداده بیتا خوکاری دوست کنی فساد یا نه اگر نیبو که او پیز نکم سزای دست در دهانی بودر کم حکم تکلیفی اما یک سگه کال حکم تکلیفی معنی نگو وقعیه اگر ام دوال من لده علیه اکتر هلا دول السبي هلا كأي رأي خراب رأي الدين الله والله مرتدي سبي كوجا أخبره كيوايا الإسلام حكم كأواهي الله كأك أن حكم تقليد هي رأي صار كي وضعي أسباب هي جا أسباب مواد زبين أنجر كذا خايف قرار فمن سارق وسارق فاطر وعيديهما إساعة كيف يقدر يقتلنا خلا طبعا زبين بوضع كي زين الإسلام كل مجد أنا أبوه مقطع وأي مانعي قطع كشيء أجا كافر لا بضر رد زي كذي نادره اگر اول عدم العلم بین ایزدانی به نابره اگر کابراش تاکید دزی به لشونه که دعی نابه کشونی پارزگایی نبود نابره همو انا مانع لبدا می سزادان اگر اما اگر اسبابی موانع
وهناك الحكم التكليفي بين تطبيق كذا برسائل حكم واضحة هو ميزانة دائما حكم وضعي ميزان تطبيق حكم تكليفية لكن أنا ما أندالي أكثر يتقد هذا دروس دائما الأحكام الشرعية حاكم شو قاضي بصلاة داري شو سياسي بيه شو مثلا كسي كي كومالاتي بيه اللي هشون كتابة داعي بيه برداليك دروس تدا بس دائما كدنوا اللي أكثر حكم دائما هلاي ويفرد تون ربي أسبابك أعمل كأحكام الشرعية دائما دائما برسائل تكليفية كتير. أو إذا بيدني هلا قال حبي وضع كان يرست كثير جد رصع وكا واجبة بيكا واجبة وكا إيه باش واجبة كي واجبة خطوة دو واجبة بقول كي واسام كسا واجبة معنية شو مرجع كي واجبون عايز أسباب واجبون كي شيء أول كيشت دائما كيشي مرتاح يبغى يمتن رو أمه أو كيسا فلا فكر داعشي فلا شيء ده لهم يدخل نروس إيه كسا جاوا كان يعني هالشي أحكام وبريال يعني هي حكم وضعي تانية أو بشان حضر كده واشتهر من أصولهم لا حكم إلا لله. أم جازانك في ناسخ بتكليفي أنك لم في ناسخ جرينج إن شاء الله هم تأهل بتعبه زوج جرينج خطاب الله المتعلق بأفعال مكلفين طلبا أو تأخيرا أو وضعا أمس علاقة يعني خط خطاب إخوانك طبعا تعلم بك أو خطاب الله دعي لي تفصيل تعرف كذا بعض نكاح تفصيل كذا ما بعض سكن تعال خطاب الله مثلا أفعال مكلفة وزم بس تكافئ دعي مثلا خطابی خواهش هست پیوندی به تاریخ هست پیوندی به جیولوژی هست پیوندی به آسمان هست آن حکم تکلیفی نیست آن احکامی تکلیفی نه پنالتی احکامی فیزیکی احکامی چی احکامی علمی احکامی عقایدی احکامی فلسفی احکامی تاریخی احکامی نظام چی نه چه دزدی حکم شرعی کانو شو خطابی همه قرآن خطاب الله ابو ایمه بلان تنها آمانه من حکمی احکامی شرعی که متعلق به افعال کانی ایمه لنسی رو تنام سلانا اما كفيني بما يشو ما نوهبو هو تاريخه تاريخ بوهما ستشاوي حكم نيل ما يشو تاريخه اقول جي اصالي لي بكين بلعنا لتنام صالي حكم ويا قامل لي بحتى بريك انا فسخي شرعي ما قبلناش كي اشهابو تو كالان شو تزمني تاريخ بطابدو اخو تاريخ ستشاوي نيها اقول كوتمان اوانا كتلقدق هاشن بوو دكالي زانا صالي ساكتبو وينا تشن ما يشو كينا ستشاوي حكم شرعي ما لو يحاول قريب شو قال خليفة فلان وايك إيمان جواب كينو لخلافة فلان فلان حكم هذا إيمان جواب محمد مبارك كينو أوانيه أبي بقدر ما أقول شيء أفعال متعلق بأفعال مكلف لولا أنا طلبا تخيلا يا وضعا كيف أنا أتكلم أحكام ناس من دوسات عاد أجل زوج زوج ما كده أجل صوفا جاء عاد شو قال بزور حبيبي هنين هن الزنانج بولينا كان بدو على كانوا تاتي عن صوت عاد لها من القرآن زعت المية تكفي اللي بقى طبعا اوك بالضبط باحكام الشرعي مشهور بها دو صرعات ابجا فلن واشتهر من اصولهم بنابان قولا وقولين بنما كان زنان اصول الفقه قصيك اقصي كان لا حكم الا لله هجر بريال اين تناب اخوانا بما هم لا خوش ما هيس بس باني هم دوالا بتوا بس زنا من دائما اقصي انشي لا حكم الا لله لبيرن دي مثلا كاتيكا لكردستان خوانا تازه خریبو مثلا حکم پارلمان و پارلمان تالی و انتخابات درست ابو کشه هرزر مثلا عمبو لا حکم الا لله ایمون سنت ما پارلمان و حکم بیر ما غیر بما انزل الله بکن ایمون سنت ما وزیر و حکم بیر غیر ما انزل الله بکن ایقو لا حکم الا لله اشکالی گره لسقص اصولی ابو کتسیره که من باج نعزانی و هذا مصداق قول سبحانه و تعالى این الحکم الا لله اقص اصولیه هل همان قصائتك كافرين الحكم إلا لله يقص الحق وخوه وخير فاصل فإذا رأتم إن كان نافع يعني ما الحكم أو إن إني نافع هيج حكم يقني برير ينتهاب أخوانا به يقص الحق فإذا رأس كان بوي ويقرقوه وخير فاصل هل فرقا شاكتين فاصل يقى شاكتين كثيرا كاتواني نواني حق باطلة فصلقا فنال لا إخوايا حقي فصل حقيقي شو الدنيا يا فصل حقيقي بس لا إخوانك لا إنسان ناكل لا إنسان أتوان فصل كي كاتب كده هالشي أديان هي هالشي أفكار هي هالشي مثلا جماعات هي هالشي سياسية هي هؤلاء الدنيا كرية كون مثلا جوال إلا فصل فصلك حقيقي نية همشي كي مجازية الدنيا سيرة قدون هكا سيدي حاجة خير رأسة طبعا أخوة فرمي إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فصل حقيقي لا قيامة لا فايوري لا بعد دلك كي راسي راس بو كي ناراسي ناراس بو كي متوسط بو كي باج نوار ولا دلك طالما الدنيا دولة لفصل معناها كسا دولة لفصل منها ما تو هذا فلان هيتي طالما قلنا جوا ثاني أنفصل بك هو كاري أشتي هو كاري فيك هو جان هو كاري فيك هو كاري كده
أما فصل حقيقي لا يفعل جوريا بوي وهو خير الفاصلين باش كاو 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 إن حكم إلى لما سنتي أو حكمية كاساتنا سمان كذا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تأخيرا أو وضعا أما هل كاد يوشي حكما لقرآن بني يصير أنت ناس وصولي بك حكم كودين لا حكم إلا لله يعني حكم شرعي بريتيلتي خطابي خوا متعلق بأفعال إما ضروري دعوة كدن يا مثلا أعزال كدن يا بريتيلتي لداناني هو كاركان شرطكان آمان جكان رجلكان إذا كان حكم مطلق ما كبسر همو لعين كان الجانا أن حكم مطلق كدن بسر همو لعين كان بل أكبر يقول حكم مطلق هي حتى إبراهيم حكم مطلق كان بشيك قاعدي عام بشيك ياساي برورجا كياساي شوراي بيدان شورا مصري كي جوري صدان وهذا حكم ترى أن حكم جاء رواية إنسان ده برا ما دام شورا كذبتي هل بتي ده عنده بحكم شرعي ده عنده بادي إدايته ما بادي إدايته عدالة جبل جكل هل فين كاهي وأساس شندين اجتهاد ده في قيمة عن الدق تجيني لا كان اجتهاد اجتهاد غير سنة مبدئي عدالة كلا وطاو وان زاني وكان ما حد لانه اجتهاد زانا يعني لروان جي مفهومي داخل قولي عن كتوك جي ان نحكم الناس بالعدل او اسرت شعبك يعني لا ضرر ولا ضرر او دقائق بجيل دان فتوان سدها ويكا اشتكم بسيط بشتاو دون دو جال هي اما مصلحة وانا غير هاتو ضوابطي نبي زور خطرة شوكا قال هل كسي اساسي مصلحة بريال ذا مصلحاتي شخصية تكرر مصلحاتي شرعية كان مصلحاتي عامة لكن لما جاكاني مصلحة عبي عموم به نابي هي قلوب كتابة وحزب الجماعة كتابة بي عموم به اجابة وانا اختلف علماء المسلمين في ان احكام الله في افعال المكلفين هل يمكن للعقل ان يعرف بنفسه من غير وصافة وصافة رسول الله وكتبه ام جاء عليه خلاف بين زنان لشياها لو اهل بين المعتزلة ومثلا بين اشعر ما تريدوا وغيره او مثلا اهل سنة وجماعة واليكي وانا وشيعوا اختلاف آية أحكام الشرعية كان كذا رواية فعلي مكلف فعلي راسفال إيما هي آية قنجي عقل ببي وحي بيزانه أو خسيك معتزلة علين خواهي قول العقل اشتكي في الدعوة أو إنسان اللي قال بي كاتو زانه أو جوانه أو ناشرين هرشي جوان بخواهي بي كاتو ناشرين ولين بيكي أقا وحي شبونا هاتولا شوين كابويد هج دينة كفينة بيشبو آيني أسلاني نبو مادان عقلت هي هرشي جوان بخواهي قبوليتي هرچی ناشرینش بخار رو قیلیتی هرچی پاک بخار قبولتی هرچی فیز بخار رو قیلیتی اتا به عقل حالت بیتا حاکم اما گشگه لچی آیا سکر کات راسا چون که ایما وحی پیوتون شتجوانا کانچین و شفیسا کانچین بلا اگر هاتو ایما خلفیتی که وحی ما نبوایا اقل ما تمتن هاکو هندشته بلاو جوانه سکر اصلا شمانا کابراه عرقانه بلاو دو جوانه شو خلفيتي كي وحي لمشكا هشتا جيد نبوا تعمل بجوع زليت يانا مشتوا وانا ناني انسان مثلا راب وابلنا قال عفتانا بلا وشي كي زوز وجوعنا ازادي مروية وقيتش اقا دوكا زرية كون تيكا و باب اخوان رابين تا وقالي طاقتان اكتا طاقتان وجابنا نكاح جنكا كالينا كاترينا سيصف بها يديو لجيانا دوائي صلى لخاني بلانا ميت احساس پیا کم نیا وان خوش دوای کیچو کی خوش یعنی خوی با تکه آله خواست یعنی پیا وای و سکانه خانی کره کو با پیده کو نادر مامه کو پوده کو خزانه کو هم بود دوای احساس پیا خزانه میله آن او خانی پیده نمیره او رشته انسان بران سعید با طبیعتی خوی نرسته و پیچانی یعنی خوی رسته و حاطکه اما نبرم که دکه سکی معتزله که در راسته اما تو کلا برای خلفت وحی کمانه اويك خلفتي وحيني هلا كيو كاتب زاني اعمى شاكا او بعشا هند استخراج بشاكا زاني هند خراب ايش شاكي بنا بخراب زاني ويك اما كاتب راسك ابو مسلمان راسك ابو كاتب خلفتي وحيه رم دايك وحي بيسو واش كان بيسبي صاحب المكان لا ثابت بو اظن شتي جوان كامل شتي ناشي ايش كامل بس والله هند عقل هي قرات وحي لبينيه والله ما توانيها مشتي زاني ادوان هند شو دارك تيجي تيجي هني زنکانی عین نفسه. اوی که باسی مرد ناسیه که الان اگر انسان خوی گل نکه، حالا که سعی که مثلا شونش تی خراب کن، یعنی شی جوان پیز بن، یعنی خراب بنش، با جوان نزن، حالا خوی گل کدنه. حالا تا بگو که عرق خواتو، لذا شعوری خوی زن عرق خرابه. بله، بزرگ خوی را چاکه.
وقتی کار نره نتر قصه چی بود رودی قصه فرویه حتی و کار من نظری جنس آنها قصه چی داره بشه کی راسته مقصد قصه چی جوانه یعنی حالا اولی است مثلا قصه که زینا که کازانی مثلا زینا که دل شعوری خواهد دادن که یکی ناشرینه بس بس دور قناعتی با خوی که کار راسته ایلا خوی خلاص اندو اگه نه ازانه منش تی ناشرینه دزی کدوم که دزی که ازانی ناشرینه بس با خوی ناشرینه او کسی مثلا که فرس داشته دا که جوانه دا بخواد بسه که شاید مثلا مالک حقی خلق که همون آنها له حد که له پی بود تی ناشرین انسان پی ناشرینه برای اگر خوی قناعت تی بو حق بخوی گیر کدوم یا بس دور قناعت با خوی کدوم یا رو خوی با قناعت تی پری و در انجامی جانی کی خوی است که تلبی تعبیر فروید با کادی خوی اوش مثلا امان الله آیا اما اتوانی که مصوانا باینا عقل اتوانی احکام شرعی ذانی غیری وسط رسول الله دا دی اوی پیغمت دبیت وکتبی فامی اصفانی من هبیت بحیث ان لم تبلغه دعوة رسولین رسولین یستطیع ان یعرف حکم الله فی افعالی بعقل ام لا آیا اگر مثلا کسی که هیچ وحی بناسی پیغمت کی پینگشت به اتوانی خودی خوی حکمی خواله فعلا که خوی افزانی ببیه بعقلی خوی ببیه پیغمبران مولا عام فعلی کم نیکم اما شرعیه بود چو کده ولی جوانه یا نه کن چو که حرامه ده برای چو که ناشرینه امر یارا اگه بیده بران بری موافق حب شرعی که یا نه و یا زنه ببی وحی اما بله یا نه ام لا یمکن العقل ان یعرف حکم الله فی افعال مکلفین نفس یا ولا العقل اجنازانه ببی وحی اجنازانه من غیر وصاد رسول الله ببی بونی هاو کاری پیغمبران و کتب کانی فلا خلاف ان الحاكم هو الله اي معلم بابا راسه هجر بمانيه حاكم فاي قبره وانما الخلاف في من يعرف به حكم الله فلان كيسكل اشياء لو عاب شي حكم فاض ناتي او امراض ذات شي حكم ناتي انا سين سبب كشي او كارك شي عمل كشي وللعلماء وللعلماء استمنا في هذا الخلاف مذاهب ثلاثه زنان بولاني او فلسالي سلوى سيبو شو يعني سير رد يعني سير رد يعني يكن مذهب أشاعرية أشعر يكن كهو شون كرتواني أبو حسن أشعرية رحمة الله فاه لهمية يعني طبعا هلا هي لا إيمة دائما هلا كش من ختاي مثلا هند التدريس مع بوكا أو تمانا مذهب أشعري بمذهب عقيدي نازل دكين العقيدة مذهب نية شو عقيدة ثابتة العقيدة مجالي أوي تاني بدل مذهب تيا أقبلين أشعري ما تريدهن اما انا بریتی بون لا ربازی چونیتی ولاندانه گمانکان سر عقیده گمانکان یکو چونیت را دسته دمی که که هشتاکان مکسید حتاکان مکسید دسته بالا بودی لی ایمان به منهجه تک دو برو روی مکسید و سایم و مناقشوانه که دسته بونی خواه چی علمی معنی هنه و عقلی اوانه اشعری و اوانش دسته دمی که 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 معتزیره به عقل یا بلین به منطق زنسی منطق که مکاره هنه با هندي صفان دي مسلمان دي هندي بابت اما هتد بمنهج علمي ولا غير هم منطقة صوغر هم لغة هم دق شو قال معتزلة فش كان بشيء بس فش كان فلسفة بزوت المنطق قال شو قال معتزلة صدمي عباس كان ترى هلا ذاك هذا كان منطق العالم الإسلامي أبو بزان زكي زور كان ده إذا أنت تعرضها طبعا وشو أساس وجارة علم تعرض في هذا يا فكريك خلاص البيروع لا هم ما نتبدأ شيء حدث كي تعرضه قني في تفسیری بود تأمین جوانی بود که میشه گیزوا چاکو آباشو تاج مالی که زمان بیرون دیم مثلا کام کمیته تازه هات بکار که یک متحمل کرد یعنی شن جهاز فعال بودن سودیه چاکو انجام جوانی دوای مالی که دستگاه فساد که شد زور انترنت انجام کردی نظم کردی فتاد آوا خراب شد تی بود دانه چی بود دانه بوش اش چک بیده تازه بود خلاص زور تیه که علم فلسفهش تازه ولی علم اسلامی خلاص زور تیه که زور تیه که هند توغل رسول تیاکره بو با علمی که سرکی حتی از وجهه محکمه دقی پیکره آل رو معتزه سر الله دا فکره اشعر یکان هاتن بمنهجیتی که علمی و تیان هم دق زانسی عقل اینکه منطقه زایتن بین وصل واقع و زایتن علمی لغش بکر بینی چون لغه حاکمه لما سر زبان قرآن شریعت اسلامیه و تو مبات فکره بشت گرنگی لغه چانه گرنگ کن با یکان ناتوانم بلای مذهبی اشعر مذهبی که عقیده اینیه رباته که با غلامی گمانکانی تده میخواهد و ایشی شگی شان که براسی یعنی انسان به وفای هر به وفای نبلا اما دسته ایشی که زود گوده که کتوانی هم مثلا هنده معتزله مندو که اچی دلیل یعنی هی بیلن اخی براسی اگه وانه بود دلیل کانی وانه بود بر بکو دق مقدسه بود
دل كان يوان هشيك يا مدوا يوان تقديس كان تقديس دقي يوان نهش وشو جال مثلا كيش واحد يجي واقع ضلي معتزية بقى عنده بقوة اللي كذب على رؤية نتاع بواسطه كيش أحد يجي أواهي بلام أبو حسن يا عشري حسن عشري رحمة الله عليه به تواني أو قدرتي عقل دل كان بشكنه سلمان دي فرانك دل كان بدم دقة يجني بويا جوزي إيش يعني كده براسي جاي سار عندك كسيك لما زبج أصلا عشري كنا قشتوا إذا زمي عشري كا خودی خود نداره جای اشعری چیان کدوم؟ اشعری هولی چوان یانده. حالا من چه کسی اگر دینه من هنچی من چی بو؟ من هنچی معتزیله چی بوده برام؟ جو میکان و قدریکان چی بو؟ اخبار با جو میقدریکان زور مثلا و کشور است از صفحه استعمان ها. اصلا هر که قصان خود قبول نکرد کبوت مخالف قدرت حال مکوفر دایت و یالا خیلی حلال بو. اون ده گنده بود مثلا چون که دست وطع و دست وات پشیده کرده. زبان سنة فقيرة تعذيب ما حمل الكرة حمل لزجيس الزعتر ما مشافعي فو عرافة جي خلا أما هم يعني كالفاتيك الجوربو لأما أنتو عنين أو هنا الجورة قصة الجورة مقولين كأن كذب الدران رانا وصي فما نجده علمي ببيع دنك ببيع شر وشر في عن ذو العالم الإسلامي دعي وإلي هذو وكمينة يعني سلامي والعراق الزولي نبو دير لك جاء فمي أبو حسن الأشعري مذهبي أشعري همي أنه لا يمكن العقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله هي وكتبه أو أن في أنواع نخل عقل هشتواناكيني حكم شرعي كان إخوة دربالك كالي إنسان ببيبوني بغمران تبكال بيزاني بو لأن العقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال أما بقية ولا عقل كان التخمين اشتكى برامك داري إنسان كان في الإنسان چندين راي جوازه بجبرين زمان وزمينك الشيء قرأ فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال هنا إنسان هنا يشتي بلاوز وجوانا وبعضها يستقبحه حد لو شوينا دا هنا قالنا الله أو كارز ورنا عشرين حالي صار خوما أنه أنا قد مشروع طبع كين ولا أبي بدل أن يصل به تغيبات عن هنا حد طوال تدبيل يكا يواجت عن هنا طوال تحسين يكا أما إنسان عقل كان دل أمريك كده لو أنا كده قوش جوان به بلان تدبوش منك إيه قرأ بل عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد عقل الانسان برامل كدر جوازه وشو جوازه ثاني جوازه جرى قال بعض جرى الاخلاق وكثير ما يعلم ما يغلب الهوى على العقل وزوج على شيء براسي ارزو سوى عقل الانسان به فيكون التحسين والتقبيح بناء على الهوى بجوان دانا نناشرين كنا نرسى ارزو بعضي خدي خويتي بلا او حد لما بلا جوانا شكي حظي شو كخوي رغبتي تاجي بلا أوزوا شاكش تك كخوي رغبتي يعني تقبيح ديكا شو هو رغبتي إذا حذيل معك كعبو هوا بس لا صعب لو رأوا فعل هذا لا يمكن أن يقال ما رأى العقل حسن فهو عند الله حسن أو كبا حديث طبعا حديث مية وأثره ما رأه عند ما رأى المسلمين حسن فهو عند الله حسن سيك يا مني بيجوا بمخبين لا ما وصلت شيء صار له أو كما سمع عقل فتيك بجوان داني كاول إخبار جوان دي ومطلوب لله في فعله دعوة كاوه اخوات دعوة كاوه بيكي مادام بعقل تو جوانه كاوه اخوات جوانه كاوه بتوى بي انجاني بي ويثاب عليه من الله فاعله اوشي انجاني بي لا اخوات فاداشت دوره كده وما رأاه العقل قبيحا هاتيك عقل بناشد انزاني بلا لا اخوات قبيحا كاوه توازي دي بيني چونك اگر كبيشد لا اخوات تزاد على سري على انقصي اقصي كرازنية چونك ايما بعقل خومن كذا كان كأي كنا سب كذا كان بتخمين عقل خومن سزا فلاش وذاكين فلاش وش سزا خواد يعني كل صار في على كان تنا وانا سزا هي لو أنا هند شد هبل اللي لامن ناشرين به فزا فاس سزا لسرني هند شد شيء لامن جوانا فلاش إذا سب لا خوا فلاش إذا سرني أما كأبو الله عشري رأي كان عارف طبعا هم بكتير في صغاني هنا وأساس هذا المذهب أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشرع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله أو أنا نشي أشعر كان بنما مذهب كان أما يعلم يعني براكم كشتك أن أحسن الجوانة لفعل مكلفة أم الجوانة أو هيك الشارع خوان الشارع بلي ولا أم الجوانة بو حلالي كدوة يا دارك لو بيكي هشكي بو حلالك لو دارك لو بيكي ناني جوانة أما يا كابوك على الجوان بمزاني معنا او خلفيه علميه كخافي لك بدون كاره بيك كيف يودين بك يعني جوان شيش ما في على مباح يعني جوان ويتها مباح والقبيح هو ما دل الشارع على انه قبيح بطلب تركه
بلام قبیح کار نکنی وای که خواهی خوانی شریعه رو تودی بیام قبیح حاشو که تودی میکن کار بسیار بسیار بیام علی میکن یعنی قبیح حبه کنی کن زینه مکن حرام خونه زین مکن مسوانی دعای و عزیز دکو باو تر مدن اش نکات آن مثلا طلاق مدن با ظلم مالی هدیو کن مخوان نازام چیت دم آن همیان وای که علی میکن شو قبیح کابو خرفت وحی کی پی و دین او قبیح او اوشیا جوانه وليس الحسن ما راه العقل حسنا ولا القبح ما راه العقل قبيحا كاو تنات بلالا حسن اويك جوان عقل بباش زاني قبيح جواك وعقل بناشرين زاني فقه فمي قياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع للعقل كاو بلاي ما اش عليك انا مقولين في ولي جوان ناشرين كي شريعات عقل زانية وهذا يتفق ما ذهب اليه بعض علماء الاقراقي من ان مقياس الخير والشر هو القانون الله أمش أنقص إيش على كان نقل أوادر نيجيتو كهين اللي زناني أخلاق زناني أخلاق زناني تصور يا زناني علم نفس زوان في وتراو أو زناني كبات علم اجتماع وعلم نفس يعني كذوا يا تصور يعني كذوا كان في علم أخلاق على علم إسلامي أو مشهور بوا أولا أنا شيء أولا هي ولي خير وشر قانونا يا سار قانون قانون طبعا قانون بمعنى قانون مصطلحي خمانية قانون يعني نظم يعني ترتيب يعني أولك لا أمسك كده درن جامك هيك قانون أولي لا مصلحي زناني أخلاقا الله أنقذونا قانون كهيه قانونك أولي عتاك على سري روا همشت باش كان شتي باش درن جامه هن همشت خراب كان درن جام خراب يعني هي كأو كاري إنسان إذا همشي وكيك أنجام يدي تويش أنا كيك هذا قصير على راس بوبي حتما خوش يسيك أسبكي هذا دروزن بي في شوانك هيتي آها کاو قانون که آمیل ل آمیل ل درود در انجام خراب که بیتو رازگویی در انجام باشه که بیتو اما قانون که حالی برایم مقیاسی خیر و شر چیه قانون که چیه زنی خیر ولاد چیه در انجام که باش بو سودی ها بو خود سودی لی بینی تو پی جوان بی او خیره هچه کد در انجام خراب بیه بو بی رز بی پی ناشیم پی و شر اتلاع کاو که انسان داشتن که بی اتوانه مازن گنه أبو خسقي الشيخ الجيلاني وعي رحمة الله فعلا بيها فرمي يعني كعابدا أبطي كي يقنها مجالة والله من نازم شوين بحشتها جهنم يا عشي فرمي أكد إنسان خوينة قلتين لدنيا أتواني الأزان يبضي من بحشتهم يا جهنمي شو قفاي قلت فيه وشو اللي صار الضلامي للعبيد فاتي ظلم لعبد كان يقول ناكا هي نسقال ذريك خير ذي يرى نسقال ذريك شر الشذبي يرى دك ذا كان يقول سيك أزان الله خير يا شر ایت باور زنی خود تو خود ناسی از این کنی گشتی دیه ایت با خود گل خیر لرم واقع نه خود گل مکه ایشکان لباسیم که حتما لخیر هد در انجامی خیره خواب ول ظالم نیه لشرج در انجامی شر لری بتو کارو فما اوجبه القانون او باحو فهو خیر وما حضره فهو شر هشت یک یاساکه واجبك السلمان يا حلالك البيت أو خيره هشك يجاسا كده سلمان قدر كده أو شر أي كأول شيء بعاسا زاني لقد جاسا كده نك بعاسا شرعي كشا تدي بيك يا لقد لا نام خلك كده نك يباش في يعني كأول شاف هو شتي باش أجب أنا هو خلاص شر وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلف من الله بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته الدعوة رسول وما شرعه الله لسقسي معتزله به انسان فيه وحيش مكلفه وحيش بناهات به دعوته يغمدش بينه قال مكلفه به خوي بعقل شجاكاته لسقسي ما زبي اشعري كان ارينا خير انسان انسان مكلف نيه واعتبر ان بحكم الاخوه راس فيلاونيه ولا لا اخوه دارينا كريستيك واز بين هاشتاج انجام ده الا كاتب نبي كبانواز في ورقه تيجش به في ورقه تيجش به وشريعه تاريخ ما تيجش به انجام مكلف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طبعا هذا التفسير كان قاف فيلم وما كنا معذبين بس بوحذاب وعيه أما بوجود فعل وجود وانية شو قاعد تكفي ما كنا معذبين إما سزان عدين كأبو بو سزان كان خايف يروح حتى شلي حد نريد سك سزان عدا بلان بو خير كان دعوة اللي كابو شين الكدوة ريبي كي مثلا واللي التفسير واكن إيه أجل فمشي ولا يتاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على تكيد أو فعلين إلا إذا علم من طريق رسول الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه
كابو خوا فداش نادا تو بوج انساني كو سزا نادري انساني لسك دانش تركدين يا كدني ما كاتني بك الرجيش يا نوري كو زاني دي تشيله سك واجبو و تشي تشيله سك في يوسف تركيكا تشيله سك واجب بيكا تشيله سك واجب تركيكا فمن عاش في عزلة تامة بحيث لم تبلغ دعوة رسول ولا شرعه فهو غير مكلف من الله بشيء ولا يستحق الثواب ولا يقال اجا كسر بتنهاش جابي تشفينا كام بطا طيدا برابي لكم القاب هيج بانواز دي تيامر كيف نجاش به هي شريعتي كيف نجاش به قال مكلف لنا لا يقال نبا سزا نبا باداشت هيج كان يسوى واجبني ما دام شريعته ديني في نجاشه بوخوي جاني بدو ساكان بوخوي كامل قازان جتي لقيامته بوخوي وانيا لو نعم صفا ما حسبينا كذا شو قالت الدين وشريعتي بين قصده وهم جاقلم وهم أهل الفطرة وأهل الفطرة وهم من عاشوا بعد موت رسول الله وقبل مبعث رسول بعد موت رسول وقبل مبعث رسول غير مكلفين بشيء ولا يستحقون ثوابا عقابا ولك قال أهل الفطرة فمن أهل الفطرة خلافي تعالى بين زنان رحمة إخوان لي أهل الفطرة زمان که قاعده بستن تی عمر سید نای ابراهیم کوتاهی هات و جو فاتی کرد. دوال اوه داد کوتی عمر خوام هات و مسافه کی زوری پیش او مسافه. لوز زمانه خالقی که لیابون مادام وحی هلا آسمان هات و بیش نبا دین که پیشی مکلف بود نبا دینی فاضش هات و که او ما نبگن آدی فتره. طبعا خلافه لزانه تی عمر هات و او روشی تی عمر فاضش دی و تبلیغ دعوی فاضش دی مکلف به دینی عینی تی عمر پیشی. شور رزاله خوار مرد به دوام رزاله که او. هر ما هو تو مگر قوم قال اوان لا نبي او احيانا نبي او شنو عندي وهر بلا وك كان على اي شيء فينك استوى ويا ما تقيم اشكال جيتي سي ام اهل الفتره يا كان زوجار باسك اليوم مثلا بيستو معنا كي شيء جيتي على باسيا شو قال لي فتره كلاس يعني فتره كي عرف اللي بين دوب يا غمرايه اي في عمرك شو هو حكي هر ما هو تو وحي او في غمرك هر ما هو تو بردوامه حتى انت غيرتك هذيك يا عمري اخي دعينك هذي كوا هذا الرسالة أم برجستنا بأنية تناو خلقهم نفس الجسم كوا تبليغ هذه نية عمري في الجين بردامة وشني دقش معنها شني رودايش معنها لا سدني في عمري فاعل فضم خوش بعض دين كان في السد كذا كأخوان مكلف خلق كفي برام على كل البابلين أم خسراس هذه فترة هي أو أنا كرجال ولا دواي بني وفاتي في عمري كفي جاتني وفي عمري كتير على مسافة الخلق غير مكلفين بشيء. ما صبر من عيسى وفي غمرة. عيسى وفي غمرة الله عز وجل. بلى. أخذيني سيدنا عيسى البردانية. وأني. أفضل مسافة عينك وأني. تجيبه. دسي تقرأه يعني. أخذ قريب يا أخو عينك هي عيسى أو عينك تاكو هاتني عيني طازة هاد بردان نابه. أنا قصدي كمان نواه أم عيني في شيء تاتي أو ما كتير كذي بردان. كبر دوامك قال خلق مكلف بو عينه بيشينه شو دقيق معني بقى نايم مكلف بن ببني في عمليش دعوة كو تايفي ناية هبا بدري كو تايفي ده ايه هم علماء وزانا ودعاتي كدروس بن لغة ايش يعني شي وظيفة عن شي على كل ما قصيك عصانا كما بوشونا شي يعني بدان اقشتك يا عوترا ام قصة شي باشا غير مكلف ولا سيحقون الثاون ولا عقابا نشايسي فاداش نشايسي سزاشن شو كلو مسافة ايش وحيقنا عاتوا ويؤيد هذا المذهب قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أم بوشني أشعر كان إسفادان لا أعتقدوا أما أتبال قيانا كما أعتج أبعن المعتزيل دين بكومال التفسير تفسير كانوا ملامة عندنا بلد على كل بوشونا كان بوشونا كي فرادية قنجاو بوشوني دون بوشوني معتزيلة أتبعوا أهو بوصل بحث خود من تو الامر اليكم كم نه حمام سلكيو خوا خوا دي خوش بيا ده بحث خود الى راسين رحمة الله علينا الى راسين سقط دون كما زي معتزله وتاد زيادات ولا معتزله منه هذا معتزله انا والله انا مو معتزله والله لا تعتزله قربان بخير بنا سب سواد يا خواب خير من قربان سب سواد جاكم بعد قبل ما صار بس اسمه خوي قال هم جشتي لا أري حركة جفان لا يوم بيسا وكم مثلا سب بوس كي خاله
أظن بذو طبيعته هو سلوشته أو سلوشته أو طبيعته توحز اللي يعني خلقت الحزنيتي بس وين عقره إبراهيم يقرأ عليه الصلاة والسلام بعض الخوي في استخفاف الزوئتام طيب انا قاعد اجي اقول لك ما أسمع كان يقولون بس سيدنا علي سيدنا هوانا أوجي بعد أوفير كدولة على كل كبر علم عدم أسمع كلها هموش تكان يعني ناري سام داي باو بور خوشك أما برايا أو شيء أما وحي فيري كدولة أجا أو أنا بوايت أو خلفية وحية نبيل كفية زاني أو قبيحة وناشينة وباوكا ودايكا وخوشك وبورة وحا حرامة وحلالة لت أنا همي أنا واني و که دنال مثلا خوشی خون که اگر چیزی جوانی رفته بگو چیزی دمتیاری کی بگانه؟ ایوانی اگر واقع کن انسان به خواب آمد جوان علی بیشی. حالا وانی حالا امروز اینجا گویا پادو که پادو چی کرد خواب بکوشه باشه؟ بکوش باشه. این جوان متنگی خواب باشه. حالا باشه برند رحمتی خدمت آنام قربان. ما هو طلب سائل غير يا مشكين يا الله أمنيش ميوش أبو كده بزود داخلنا لشرع جيبت والله يا ونا باس كده ما شاء الله بابا جمع زر ما هذا سوي توم بابا جمع على خدمة تالي ميوش أكي يقنعك رابضي ميوش قبل أروف سيبا ميوش بامل دار ميوش نعم نزقو نعم داخل نزقو دابعي شو قال خلقي الربوار هي خلقي هي نوشينا كده وخلقي هي جمعينا كده وانية وهي بانك بوت هي نوشي شوية إمامك هلوة هبه وذا توان جمع که گفت من بو من هی جمع که کن نگاه که باران هی شده هی پس در خسی به تعاطی نه والله نه نه حتی ایمان ایمان راتو و ایمان ثانی و ایمان دوهم ایمان یکم جمع دکا ایمان دوهم که دنزی کی نزگوتا پر یه حضوری هی بیل اقامی نجده کرد که اوان جاد خسی به تعاطی او چه کلو خسانی کلوانی رو جنه کلو نه نه باش شوال در جایز دینه والله بس او عادت ما وقتی امام جاکشی که تازه آبی زوب رو بیاشین جان جاکشی وای گریم بکن دی استان استان فیت اگر نیا کن سیم دوچرخه کیا که بو به هوا دست است استان سیم دوچرخه کیا که بو به هوا دست است که سوانه کرد وای هم پشیمان نبینم وای پشیمان نبینم جالب مخواه بی کم کم بدون نخته نخته آنی کدی پیستا اما عادی امه عالم اسلامی تا از ثقافت که من ثقافتی که کدی جام نقطه کی معنی علی نوسه دیگه نقد علم اسلامیه که آخوندم نوکشی اینلو تازانیه. اما اسلام دینی که وسطه. بلند بداق و مسلمان کان اسلام دنبالی افراط فیت اون کدوم وسطه که دیار نمایه. باشه کی مفرطه باشه کی افراطه. اسلام که اون دو. آه باشه کی مقصر کان ترخام کان باشه کی چیزی ادرا بیان زود یا بدی استیک وسطه که دیار نیه. لو وسطه نه بی. أو كيف سكت؟ هذا فاضي لو خبان قص خابن بخير. يا أخي خابن يا سيد. يا أخي. يا أخي.